ايه ابل يعني تفاحي، به بناني يعني موزي. يا ابني العتا اللي انت بتقوله ده عتا ايه يا عم؟ بذاكر لغه يا عم عشان مسافر البرازيل. مسافر البرازيل؟ صلاه النبي احسن. وايه علاقه البرازيل يا حبيبي بالبنانه والابل والموزه؟ في يا عم، مش هو بيتكلموا انجليزي برضه زي بقيه دول العالم ولا ايه ده؟ ثانيه واحده بس، هو العالم كله بيتكلم انجليزي بس؟ ده بغض النظر يعني عن لغه الانجليزي المزارع اللي انت بتقولها دي. امال ايه يا عم، احنا درسنا الانجليزي ليه في المدرسه؟ مش عشان لو سافرنا في العالم الخارجي نعرف نتكلم مع الناس بلغتهم الام؟ الام؟ لا واضح ان انت فاهمان، اللهم صل على النبي يعني. طبعا، امال ايه؟ شكلك انت اللي مش فاهم. مش العالم ده يا ابني مقسوم نصين، النص الشرقي المجتمع الشرقي ده بيتكلم عربي والمجتمع الغربي بيتكلم انجليزي. فاكرني هندي ولا ايه؟ لا العفو، هندي لا، قول كلام غير ده. طب والشمال والجنوب بيتكلموا ايه؟ ايه ده؟ هو الشمال والجنوب كمان لهم لغه؟ ما خدتهاش دي. خلاص يا عم سهله، يبقى الشمال بيتكلم مع المجتمع الشرقي عربي والجنوب بيتكلم مع المجتمع الغربي انجليزي. سهله، مش محتاجه فقاقه اهي. يا ابني بقى حرام عليك، ارحمني. يعني العالم فيه اكتر من 7100 لغه وانت جاي تقول لي بيتكلموا عربي وانجليزي بس؟ يا اخي انت بتجيب القدره على الحد دي منين؟ كم 7100 ايه؟ طب انا اتعلم انهي لغه يا وقعتي السوداني؟ يما يا نهار اسويس. طب وبعدين كده السفريه راحت يا فقر. طب وانت جاهب زمانك بقى تتخيل يعني البرازيل بتتكلم لغه ايه؟ سهله، مش سوريا بتتكلم سوري ومصري بتتكلم مصري؟ يبقى البرازيل بتتكلم برازيلي، مش محتاجة ايه يعني برازيلي؟ لا كده السفرية راحت، كده خلصت. ولا اقولك هاتلك كتاب تعلم اللغة البرازيلية في 3 ايام بدون معلم، مع العلم يعني ان البرازيل لوحدها فيها اكتر من 228 لغة. اختارلك بقى لغة حلوة منهم وتعلمها، شو انت عايز ايه؟ 228 ايه؟ ليه كده بس يا رب؟ ليه العالم كله ما يتكلمش لغه واحده ونخلص؟ ليه ساحلين نفسنا في 100 لغه ولا مليار لغه؟ ايه القرف ده؟ ياما جهز لك ضمانات القرض ياما، خلاص كده ابنك راح في السلاحه، هيشتري التوك توك اللي قلت لك عليه. وانت لا ولا مش هتكلم معاك في اي حاجه تانيه، مش هحكي لك اسراري تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في سيستم جديد من برنامج السيستم. ها جاهزين للإقلاع؟ يلا بينا نطيره. يلا يا عمو، مفيش شك ان كلنا شبه متفقين ان اللغه مهمه جدا عشان نعرف نعبر عن احتياجاتنا ونقدر نتواصل مع الاخرين. والدليل على كده انك لو سافرت اي مكان من غير ما تعرف لغه الناس اللي فيه هتتسوح حرفيا يا عمو. لكن هل سالت نفسك في يوم امتى الانسان بدا يتكلم وايه اول لغه اتكلمها؟ وهل الانسان البدائي اتخلق بيتكلم ولا اتعلمها مع الوقت؟ طب لو اتخلق بيها فايه هي اللغه دي؟ ولو اتعلمها مع الوقت فمنين جت كل لغات العالم دي يا عمو؟ تعالى كده معايا نشوف ايه الحوار ده، بس ما تنساش بقى كوبايه الشاي بتاعتنا واحده واحده معايا كده عشان الموضوع طلع كبير قوي يا عمو. اولا كده وقبل اي شيء، علشان نكون على نور لازم نعترف بان كل المفكرين وعلماء اللغه ما اختلفوش في مساله من مسائل اللغه على قد اختلافهم في موضوع النشأة ده. احنا عشان نعرف الانسان البدائي القديم في عصر ما قبل التاريخ كان بيتكلم ايه، قدامنا طريقه من اتنين. اول واحده وهي الاصعب هي اكتشاف العلماء لكتابات وسجلات بتتكلم عن اللغه المنطوقه وقتها، لكن ده طبعا مستحيل لان مفيش كتابات الوقت ده نهائي. واكبر دليل على كده هو تعريف فتره عصر ما قبل التاريخ نفسها، واللي العلماء بيعرفوها بانها الفتره من بدايه استخدام الانسان للادوات الحجريه الاولى وحتى اختراع نظم الكتاب. يعني يا عم مفيش كتاب وبالتالي مفيش دليل، وبالتالي اول طريقه طارت يا زميلي. اما بقى الطريقه الثانيه وهي اختراع اله السفر عبر الزمن يا زميلي، عشان نروح بقى بنفسنا هناك ونشوف اجدادنا بيتكلموا لغه ايه بينطقوها ازاي، زي دكتور بصير فيلم سهير وشامير وجهير. شفت سهلة ما فيش فيها حاجة. وادي كمان طريقة طارت عمو. كده بقى لازم نحط سيستم عشان نوصل مع بعض لأصل اللغة وازاي نشأت. وقبل ما نعمل السيستم ونفكر بمنطقية لازم نعرف الأول يعني إيه لغة. أشهر تعريف للغة بين علماء العرب كان تعريف ابن جني، واللي قال اللغة هي أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم، وده في وجهة نظري تعريف مختصر ومش مشتمل على كل أشكال اللغة اللي هنعرفها مع بعض. أما عالم اللغة السويسري دوسي سير فكان شايف اللغة هي كل ما يمكن أن يدخل في نطاق النشاط اللغوي من رمز صوتي أو كتابي أو إشارة، أي أنها تعني الكيان العام الذي يضم النشاط اللغوي الإنساني في صورة ثقافية منطوقة أو مكتوبة معاصرة أو متوارثة. طبعا التعريف ده اشمل واعم ومتضمن جواه ايماءات الانسان واشاراته ولغه الجسد وحتى لغه الاشاره واي طريقه شبهها. ومن هنا بقى نقدر نقسم اللغه بقلب جامد لقسمين، لغه مرئيه ولغه منطوقه. نيجي الاول نوع بقى يا عم وهي اللغه المرئيه، ودي اللغه المتشافه زي لغه الاشاره اللي بيتعامل بيها اصدقائنا من الصوم وضعاف السمع مع بعض، ومعهم ترجمينهم اللي بيعتبروا حلقه الوصل بينهم وبين المجتمع الخارجي اللي بيتكلم اللغه المنطوقه. ولغه الاشاره يا صديقي هي لغه مرئيه في الاساس، ومن صفاتها انها ما بتتكتبش، بس من حزن الحظ انها بتترسم عادي، علشان كده بدنا نعرف تاريخها. عمو بقول لك ايه، هعلمك كلمه جديده بس ركز كده معايا. ها
ها يا عمو عرفت معنى الكلمة دي؟ معناها السيستم حبيبك عمو. وفعلا تم العثور على أول سجل مكتوب للغة الإشارة في اليونان، وتحديدا في القرن الخامس قبل الميلاد. وفعلا في دراسة بتقول إن الإغريق القدامى كانوا في فترة من الفترات بيتعاملوا مع بعض بلغة إشارة بدائية عشان تساعدهم في حياتهم اليومية ويقدروا بيها يتواصلوا مع بعض. ومش بس الإغريق، ده أنا وأنت وكل الناس بتتخلى عن اللغة المنطوقة وبتستخدم الإشارات. وهو في حد فينا ما شافش فيلم جزيرة الشيطان لما الأستاذ عادل إمام كان تحت المية كان بيتكلم إزاي معاهم؟ ولا الأستاذ نبيل الضفراوي ربنا يديله الصحة لما كان بيوسع خرم العسلية في فيلم الطريق لإيلات؟ اي غواص يا عمو تحت الميه بيكون متفق على لغه معينه واشارات مرئيه عشان الناس اللي معاه تفهمه وبالتالي تنفذ اوامره. ما هو اكيد مش هندها لهم تحت الميه يا عمو برضه. والكلام ده مش بس تحت الميه، ده كمان الصيادين سواء في البر او في البحر لما بيكونوا بعيد عن بعض ومش هيعرفوا يسمعوا بعض، او لو سمعوا مش هيقدروا يميزوا الكلام، او حتى لو خايفين الحيوانات تسمعهم وتهرب فبيضطروا يشاوروا البعض. وهنروح بعيد ليه؟ ما انت كمان يا زميلي وانت بتوقف عربيه الجيزه وانت في المريوطيه بتعمل له اشاره الجيزه، ولا ميدان لبنان ميدان لبنان، ولا ميت عقبه، وهكذا. لما حد يسألك على حاجة لو موافق بتهز راسك من فوق لتحت، ولو مش عاوزها بتهز راسك يمين وشمال، واللي قدامك بيفهمك برضه من غير ما تنطق ولا حرف. حاجة أخيرة بقى قبل ما نروح للنوع التاني، لغة الإشارة بتختلف من بلد للتانية زي اللغات المنطوقة بالظبط. والأظرف بقى إن الإشارات العادية والإيماءات كمان بتختلف من بلد للتانية، فممكن نلاقي حركة عادية خالص في بلد ممكن تبقى تهديد أو عيب كبير في بلد تانية، وهكذا. مش بقول لك الموضوع كبير قوي يا عمو؟ نيجي بقى لتاني نوع وهو اللغة المنطوقة، واللي ممكن تكون منطوقة فقط أو منطوقة ومكتوبة. أحكي لك حكاية جميلة يا عمو. سنة 1973 وتحديدا وقت حرب اكتوبر اسرائيل كانت تتجنن، وده لانها ولاول مره مش عارفه تحل الشفره اللي بتقولها ترددات اجهزه اللاسلكي بتاعه المصريين. يعني مثلا عرفت تفسر معنى كلمه اشاريه بس مش قادرين يعرفوا يعني ايه، ويدوروا في كل قواميس العالم مش عارفين برضو يوصلوا لحاجه. طبعا دي كارثه ومصيبه كبيره على دماغهم، لانهم على الحال ده مش هيقدروا يعرفوا اي معلومات عن تحركات الجيش المصري. وحتى لو عرفوا يا زميلي احنا على وضعنا لحد ما نقابل ربنا. اصحى للكلام، خلصان يا اسرائيلي اصحى. ولو رجعنا لورا شويه تحديدا وقت حرب 67 هنعرف ان الاسرائيليين اتمكنوا من حل الشفره اللي كان بيتعامل بيها الجنود المصريين وقتها مع بعض. علشان كده الرئيس انور السادات كان بيدور على اليه بديله ما تعرفش اسرائيل تحلها ابدا. المهم استمر في التفكير والبحث فتره لحد ما وصل ان في مجند اسمه احمد ادريس من النوبه عنده خطه ذكيه جدا هتقدر تحل المعضله دي بكل بساطه. المجند ده بقى يا صديقي كان شايف ان اللغه النوبيه وتحديدا لهجه الكنوز والفاتيكا هي الحل، وده لانها لغه منطوقه بس ومحدش يعرف عنها حاجه من المصريين ولا حتى من الاجانب، وده لان محدش يعرف ينطقها غير اهلها، فاكيد اسرائيل هي كمان مش هتعرف. وهنا بقى كان حل المشكله، بس يا خساره الحلو ما يكملش، هنا ظهرت مشكله تانية برضو، وهي ازاي هندرب الجنود عليها وهي لغه مش مكتوبه وكمان مفيش وقت يا عمو. بس بسيطه طبعا، اللي قال الخطه هو اللي عارف تفاصيلها. وبالفعل اعترض المجند احمد ادريس وقال ليه ندرب حد جديد اصلا واحنا عندنا عدد كويس من الشباب زي الورد بيتكلموا اللغه النوبيه وواقفين لحراسه الحدود. ومن هنا بقى اتحلت المشكله، واستعانوا بحوالي 70 جندي تم تدريبهم على ارسال واستقبال الشفرات وتوزعوا ورا الخطوط عشان يبلغوا الرسائل من بدايه سنه 1971 وحتى حرب اكتوبر سنه 1973. والاجمد بقى ان اللغه دي فضلت شفره متداوله لتبليغ البيانات السريه بين القيادات لحد سنه 1994. وبالمناسبه يا زميلي كلمه اشاريه يعني اضرب. والحقيقه يا عم مش دي بس اللغه الوحيده في العالم المنطوقه ومش مكتوب، في لغات ثانيه كمان. في شمال سلطنه عمان وتحديدا جوه شويه بيوت متبعتره كده على شاطئ مضيق هرمز، لو ربنا يعني كرمنا وسافرنا يعني لهناك، هنقدر نلاقي حوالي 4000 شخص عايشين على مهنه الصيد وبيتكلموا لغه غريبه شويه وهي لغه الكمزاريه. واللغه دي غريبه يا زميلي مش عشان بتتنطق بس وما بتتكتبش، لا طبعا، لانها عباره عن خلطبيطه بالصلصه حرفيا، ست لغات وهم الهنديه والفارسيه والعربيه والبرتغاليه والبلوشيه والانجليزيه. ما اعرفش ايه البلوشيه دي. اما بقى اللغه الاخيره معانا فهي لغه لا بتتنطق ولا بتتكتب، هي بتتسمع بس، واسمها لغه الطيور والعصافير. الله يمسيه بالخير الاستاذ الليمبي لما قال لك حبيبي ساو ساو ساو، ده كان اقصد اللغه دي. ودي بيتكلمها يا صديقي اكثر من 10000 شخص عايشين وسط الجبال في منطقه جيرسون في شمال تركيا. لغه اتوجدت من 500 سنه عمو، والغريب فيها ان هي لغه صفير. ايوه سفاره يعني، وبيقال ان اللغه دي جايه من عصافير ولغه الطيور، وان السبب فيها هو ان اللي بيتكلمها عباره عن رعاه الغنم، ومن كتر التعامل مع الحيوانات كانوا بينادوا عليهم بالطريقه دي، ومن هنا بداوا يتعاملوا مع بعض بنفس اللغه. ومع وجود الجبال من كل ناحيه والتضاريس الوعره ثبت مع الوقت ان اللغه دي هي اللغه الانسب يا زميلي. اشمعنى يا زميلي قول لي؟ ركز معايا يا عمو، عشان الطبيعه اللي حواليهم ساهمت بدرجه كبيره في نقل الصوت بسرعه اكبر وشكل ادق من اي لغه عاديه. ولعلمك هناك ممكن يوصل الصوت لمسافه تتجاوز الكيلومتر في كتير من الاوقات. والحقيقه اللغه دي استفز جوايا سؤال مهم جدا يا عمو، تعرف انا بحب استفز كتير، هل في لغه بين الانسان نفسه والحيوان؟ طبعا كلنا عارفين ان في لغه بين الحيوانات وبعضها، لكن هل بقى ممكن الانسان يتكلم مع الحيوان لغه كامله ويفهمها؟ عادي يعني يا شباب انا بتكلم معاك اهو انت بتفهمني عادي يعني. بهزر معاك يا ابو الشوق ما تزعلش.
بعد البحث والتنقيب لو هنجاوب عن السؤال ده اجابه قطعيه فهتكون لا، وهي نفس اجابه البروفيسور مارك فان ستوندرو بمركز اللغويات بجامعه لايدن، واللي هتلاقي الفيديو بتاعه موجود في المصادر تحت، ما تنساش تشوفه. بس اوعى تروح دلوقتي يا عم، واستنى لما اخلص الفيديو حبيبي. نرجع بقى لموضوعنا، لو هنجاوب بلا فده مش معناه ان مفيش تواصل بين الانسان والحيوان. اولا خلينا متفقين ان التواصل حاجه واللغه نفسها حاجه تانية خالص، يعني اللغه طريقه للتواصل اكيد، لكن التواصل نفسه مفهومه اشمل واعم. الملخص يا عمو انك ممكن تتفاهم مع اي حيوان عندك بس مش باللغه اكيد، وده بيحصل فعلا، مش شرط بكلام مفهوم، او حتى لو بكلام فممكن بكلمه او اتنين، مش افعال واسماء وجمل خبريه وجمل استفهاميه بقى والكلام ده كله. يعني مثلا لو عندك كلب فاكيد ممكن يتدرب على كلمات بسيطه سواء بالعربي او بالانجليزي، زي امسك كاتش او اجلس ست او البيبي بقى هناك ريكو. هو اكيد مش فاهم معنى الكلمه ككلمه، لكن مع التدريب هيفهم المطلوب منه وهيعمله. برضه لو عندك عصفور صوته بيفرق مع كل شعور، لو جعان بيصدر صوت مختلف عن لو خايف، ومختلف تماما عن لو رايق، وبرضه حركاته بتفرق لو نشيط او تعبان. واللي بيربي طيور او حيوان عارف الكلام ده كويس. المختصر يعني اللغه بمفهومها ومكوناتها اكبر بكتير من قدره الحيوانات على استيعابها، لكن الغريب ان ده ما منعش الانسان برضه من ترويض الحيوانات وفهمهم وتبادل المنفعه معاهم على مر العصور. نيجي بقى يا عمو للنوع المتعارف عليه واللي بيشمل كل لغات العالم تقريبا، وهي اللغه المنطوقه او المكتوبه، ودي ما فيش اسهل منها يا عمو، زي العربي والانجليزي والشرقيه والاسكندرانيه وكل لغات العالم يا عمو. تيجي نكمله بقى يا عمو؟ نكمله. ودي بقى اللي عليها الخلاف، بدات ازاي وامتى وليه بقت الكم الهائل ضمن اللغات موجود، واسئله كتير هنحاول نجاوبها مع بعض يا عمو. بيتوقع الباحثين ان اللغه المنطوقه بدات من 100,000 سنه، لكن زي ما قلنا مفيش كتابات تاكد الكلام ده، واقدم لغتين تم العثور على سجلات لكتاباتهم هما اللغه السامريه والمصريه القديمه الهيروغليفيه، طلعوا عمرنا جامدين. اما اللغه الاقدم بين اللغات المستخدمه حاليا فهي اللغه الصينيه، واللي ظهرت للمره الاولى سنه 1500 قبل الميلاد. وبالنسبه لتفسير ظهورها فالباحثين والعلماء اختلفوا وقسموا التفسير لعدد من النظريات. النظريه الاولى نظريه التوقيف او الوحي والالهام، ودي بتشوف يا صديقي ان اللغه توقيفيه والهام ربنا عز وجل للبشر، والدليل عليها قول الله تعالى في سوره البقره: وعلم ادم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكه فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين، صدق الله العظيم. وكمان النص اللي ورد في التوراه واللي بيقول: والله خلق من الطين جميع حيوانات الحقول وجميع طيور السماء ثم عرضهم على ادم ليرى كيف يسميها وليحمل كل منها الاسم الذي يضع له ادم، فوضع ادم اسماء لجميع الحيوانات المستأنسة وطيور السماء ودواب الحق. يعني من الاخر كده يا عمو، النظريه دي بتشوف ان ادم اتخلق بيعرف اللغه، وان ربنا اوحاها ليه وألمه اياها بشكل او باخر، واتبنى الراي ده عدد كبير من الصحابه والعلماء والمسلمين والمسيحيين واليهود. ولو رجعنا لفتره القرن الخامس قبل الميلاد هنلاقي الفيلسوف اليوناني افلاطون قال ان اللغه ظاهره طبيعيه لا اصل للانسان في وجودها، يعني هو كمان مع نفس النظريه. اما بقى عن النظريه الثانيه وهي نظريه المواضعه والاصطلاح، ودي بقى يا عمو بتشوف ان اللغه اتفاق واصطلاح بين البشر، يعني اتفاق بين افراد المجتمع الواحد. واتبنى النظرية دي بقى فريق كبير من العلماء وعلى رأسهم الفيلسوف اليوناني أرسطو، واللي عالج اللغة على إنها رابطة اجتماعية. والسبب بقى في الكلام ده الفيلسوف اليوناني ديمقريطيوس، وبشكل عام ده كان الاتجاه العام أيام الرومان القدماء على مر العصور، ومن أول العصور الوسطى وعصر النهضة وحتى العصور الحديثة. وبرضه هو نفس الراي اللي بناه الفيلسوف الانجليزي ادم سميث والفيلسوف الفرنسي جان جاك روسو. اما بقى النظريه الثالثه، ودي اسمها نظريه بوبو، او زي ما بيتقال عليها نظريه التنفيس عن النفس يا عمو. وزي ما هو واضح من اسمها الثاني اكيد، فهي نظريه بتشوف ان اللغه نشات في الاساس من دفع غريزي ورغبه الانسان في التعبير عن مشاعره وانفعالاته زي الضحك والبكاء والحزن والالم. فهنلاقيه مثلا بيقول زي اخ واف واوه واه، ودي الفاظ متطابقه في دلالتها ومعناها عند كل افراد الجماعه الانسانيه، وبالتالي قدر الانسان يستخدم اللغه في التنفيس على اللي جواه لحد كبير. اما بقى النظريه الرابعه فهي نظريه بوواو، او نظريه المحاكاه. ايه ده يا سيستم، هي دي نظريه الاستاذ عفاء وهبي بوس الواوا؟ بني ادم هايف، ما علينا. اول عالم اتكلم في النظريه دي هو عالم اللغه الالماني ماكس مولر، واللي قال ان اللغه نشات في الاساس على تقليد اصوات المختلفه، واكتر اصوات كانت بتتقلد فعلا كانت اصوات الحيوانات زي صهيل الفرس وغيرها. اما بقى النظريه الخامسه فهي نظريه دينج دونج، او نظريه الاستعداد الفطري. ايه ده بينج بونج؟ طب ما تيجي المقندره الجيمين يا زميلي. ايه ده وبطل استظراف خلي الناس تفهم. ودي برضو اللي اذعها عالم اللغه ماكس مولر. ونظريه الاستعداد الفطري دي بتقول ان الانسان بالفطره عنده الاستعداد على صياغه الكلمات والتعبير عن احتياجاته، بس مش دايما يعني. هي بتقول ان الاستعداد ده بيظهر بس في وقت الحاجه عند اللزوم وفي الوقت المناسب فقط يا عمو. اما بقى النظريه السادسه يا زميلي، وهي نظريه يوهي اوه يا ولا. فعلا والله مش بهزر معاك يا عمو، دي اسم النظريه اللي صاحبها العالم الالماني جيجر، واللي بتقول ان اللغه نشات من اصوات جماعه من البشر، وبيدي مثال لمجموعه من العمال كانوا شغالين في عمل شاق، فبداوا يغنوا ويقولوا هيلا هوب هيلا هوب كتير جدا بدون ملل عشان يلفتوا الانتباه وحد يحس على دمه ويجي يساعدهم يا عمو. ومن هنا نشات اللغه، ومع تنوع الاعمال تنوعت الكلمات وتطورت اللغه. هو برضه محدش يجي يساعده.
يعني تخيلي كده عمته حضرتك بتغسلي مواعين في المطبخ وعماله تغني وتصيحي، يمكن سلفتك تحس على لمها وتيجي تساعدك، لكن لا حياتها لمن تناتي. من هنا بقى بدات اللغه. تخيل عمته. كفايه كده بقى نظريات، ولا نقول كمان كفايه يا زميلي لحد كده، ابوس ايدك وايد اللي خلفوك كفايه. ماشي عم، نقفل النظريات بقى لحد كده عشان لسه في نظريات فلسفيه واجتماعيه وكل واحد بيقول رايه ونظرته للموضوع ده، ودنيا عايزه حلقات كتير قوي ساعات. نيجي بقى للغه الام، ولو هنجاوب على سؤال مين اللغه الاولى اللي جت منها 7000 لغه الموجوده دول، فهنلاقي برضو خلاف كبير وتعصب اكبر، عشان كل واحد بيحاول يثبت ان لغته هي اللغه الام الانسانيه كلها. يعني مثلا بيزعم اليهود ان العبريه هي اول لغه اتكلم بيها ادب، ودليلهم على كده اللي ورد في التوراه وذكرناه في اول حلقه، والمسلمين شايفين ان اللغه العربيه هي اساس اللغات واقدمها، وانها اللغه اللي اتكلم بها سيدنا ادم عليه السلام. اما الارميون فشايفين ان لغتهم هي الاسمى والاشرف، عشان كانت لغه المسيح والسيده مريم العذراء ولغه الاسفار المقدسه. وما اننا نوهنا عن اول سجل كتابي كان للحضاره السامريه في بلاد الرافدين بالعراق، تحديدا سنه 3500 قبل الميلاد، فاكيد برضو في ناس بتقول ان السامريه هي اللغه الام، وده لانها اقدم حضاره مكتوبه، وكمان اتوجدت قبل عهد سيدنا موسى وسيدنا عيسى، والله اعلى واعلى. انت بقى يا عم قول لنا، شايف ايه اللغه الام اللي اتكلم بيها اول انسان نطق على وجه الارض؟ وهي اقرب نظريه علميه مقنعه بالنسبه لك عن نشاه اللغه يا زميلي؟ اذا انت رايح فين؟ استنى انا اللي هكتم النهارده، ادونا فرصتنا بقى. سيبها تعمل لايك وشير وسبسكرايب، وتبص على المصادر اللي حمدت تحت دي يا زميلي. سلامات يا زميلي.